الشركات متوجهه الى مدينه بركان اللي كنا نعرفوا شكون هو رشيد السلاسني، واحنا من المحطات اللي دوزها رشيد السلاسني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الشكر موصول للمجموعة الإعلامية بركان 49 على هذه الاستضافة. ثانيا هو مسار يعني متواضع جدا، بديناه مع مجموعة ديال الجرائد الورقية سواء كانت جهوية أو وطنية منذ سنة 1994، وبعد 2000 انطلقنا في تجارب متعددة عبر تأسيس بعض المواقع الإلكترونية، وحنا حاليا باقيين نمارسوا في هذا المجال رغم الإكراهات، رغم الظروف، رغم أن إحنا عندنا واحد القاعدة أننا حب المهنة هي السبب المباشر أننا ما زلنا نمارس هذا الشغب أو الشغف الإعلامي. الإعلام المكتوب الورقي تعلمنا منه على أساتذة متمرسين جدا في أيام تكوينية كانت كبيرة، وصحفيين محنكين وطنيا ودوليا، يعني كتجربة ديال نهاية التسعينيات مع الأستاذ الكبير طلحة جبريل اللي حقيقة استفدنا منه، كان رئيس تحرير ديال جريدة الحركة اللي تعلمنا على يده تقنية الخبر، طريقة تحرير الخبر، كيف تصل الخبر، كيفاش تعتمد على السبق، يكون عندك واحد الحدس، كيف تحرر، يعني كانت تجربة رائدة صراحة وتعلمنا منه الكثير. الإعلام الإلكتروني الحاجة اللي مهمة أنه ما كاين هناك سرعة الخبر. الميزة بين الإعلام الإلكتروني والإعلام المكتوب الورقي أن الإعلام الورقي تنتظر تحرير طبع عاد النشر، ولكن الإعلام الإلكتروني أصبح حاليا مؤثر بحكم التكنولوجيا المتوفرة، بحكم مواقع التواصل الكثيرة، بحكم يعني هذه المواقع الاجتماعية اللي أصبحت يعني تتنامى كالفطر وطني دوليا، وقال سرعة الخبر ينتشر في أقل من ثانية ويصبح على الصعيد الدولي. ولكن ما يعاب الإعلام الإلكتروني عدم، وهذا خطير جدا، عدم البحث أو التقصي في خبر ما. تأتيك معلومة لا تبحث عن مصداقيتها ويتم نشرها كما هي، وهذا مشكل. كذلك أن الإعلام الإلكتروني أصبح يدخل بعض الإعلاميين الإلكترونيين يدخل في نشر أخبار زائفة تؤثر على المجتمع وعلى العلاقات الداخلية والخارجية، قصد تحقيق أكبر مشاهدة سواء الجيمات أو هذه اللايكات وهذا الكومنتار أو كذا كذا كذا. الإعلام الإلكتروني عوض، سنتحدث عن إقليم بركان أكيد، يعني هناك تجارب حاليا أنا أظن أزيد من 30 موقع إلكتروني في إقليم بركان، كاين مواقع إلكترونية متحركة وكاين مواقع أنا أعتبرها مواقع عبارة عن واجهة إشهار، بحال هذيك الواجهة بحال الفيترين لنشر السموم، وما كاينش مصداقية وما هو جاهز. عندما تتحول مواقع إلكترونية في إقليم بركان للأسف، وهذا ديما تنقلها في لقاءات مع الإخوان ولا مع الزملاء،
ولا في لقاءات تعريفية. علينا أن نقوم أو نبدأ من أنفسنا بنقد ذاتي، لأن ساهمنا في فترة ما في نشر مثل هذه المقالات. لا نقول أنها مدفوعة الأجر ولا نتهم أحدا، وإنما للتاريخ عندما تحرر مقالات في مكاتب مغلقة وترسل عبر الإيميلات وتنشر كما هي دون إبداء أي رأي، فتلك الطامة الكبرى. ثانيا، الإعلامي أو الصحفي عليه أن يتحرى في الخبر، عليه أن يبحث فيما يفيد المجتمع، أن يصلح الإعوجاجات أو الاختلالات، أن يبحث في معلومة أو خبر يفيد به المجتمع. ثانيا، نشر الخبر لا يعتمد على السرعة، أولا يعتمد على التقصي قبل نشره. الخبر مقدس والتعليق حر، ولكن ما يعاب على الإعلام الإلكتروني في بركان أو الإقليم عندما بعض يصبح كملحقة لجهة ما، سواء رسمية أو هيئة منتخبة أو حزب سياسي، لكل إعلامه. نريد في إقليم بركان أن تتضح الرؤية من أجل إنجاز إعلام حقيقي يراعي خصوصية المدينة والإقليم، يبحث في الاختلالات ويصلح الاعوجاجات، ولكن بمصداقية وشفافية. بالنسبة للتقييم العام، المواقع الإلكترونية بإقليم بركان لم تصل بعد إلى النضج، كيفما كانت تلك المواقع لم تصل بعد إلى النضج، وهي تجارب جديدة جدا. لم تصل إلى النضج ولم نصل بعد إلى التصنيف الوطني أو الدولي. أنا نتحدث على المواقع الإلكترونية على مستوى إقليم بركان. ثانيا، هناك تجارب في أقاليم أقرب إلى إقليم بركان، تجارب الناظور، تجارب رائدة جدا، مواقع وصلت إلى مراتب كبيرة جدا، ناظور سيتي، ناظور توداي، ريفينو، هناك مواقع حقيقة رائدة، مواقع بالحسيمة. دابا الحسيمة أصبح لها إعلام بديل مؤثر جدا، سواء في المباشر، سواء على مستوى البث التلفزي الإلكتروني، سواء في نشر الخبر، سواء في التحرير. هناك تجارب جد رائدة. يكفيك أن الريف أو الناظور أصبحت له مواقع لها مستقبل أكثر من هيسبريس، لأن هيسبريس أصبح موقع ينشر الخبر، ينشر الأنشطة سواء وطنية أو دولية، ولا يعطي الخبر. بل مواقع الناظور أو مواقع الحسيمة أو مواقع طنجة أصبحت يعني مواقع إلكترونية محضة، تبحث عن الخبر وتنشره من مواقع متعددة. كالتجارب الدولية، كالتجارب الدولية هنا إقليم بركان، مواقع الإلكترونية إقليم بركان لن نقول أنها هاوية، ولكن تجربة تحتاج
إلى دعم تحتاج إلى تطويرها كخلق شركات إعلامية متخصصة، تحتاج إلى تقنيين محترفين. وأنا بالمناسبة تجربة حاليا تجربة بركان 49 تتطور يوما بعد يوم، وأصبح لها مشاهدون كثر لأنها أصبحت تناقش الشأن المحلي، وهذا هو المقصود. لأن عندما تناقش الشأن المحلي، إنما ما هو دور الإعلام؟ مثلا بركان عندما نتحدث عن مدينة بركان كمدينة تحتاج إلى كثير من العمل. نحن واهمون عندما نقول أن بركان مدينة. ما هي مواصفات المدينة؟ مواصفات المدينة، المدينة لا تتوفر على مسرح، لا تتوفر على دار ثقافة، لا تتوفر على مستشفى متخصص لمرضى السرطان، رغم أننا في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد المصابين بعد الناظور والحسيمة. بركان لا تتوفر على محطة طرقية منذ الاستقلال. بركان لا تتوفر على كما قلنا على دار ثقافة، على مسرح. بركان غير مرتبطة بالسكك الحديدية، بركان غير مرتبطة بالطرق السيارة، بركان معزولة. ونقولها بصراحة، بركان مدينة في طور النمو. هنا تبقى عقلية المسؤولين، هل مسؤول بركان يتوفرون على رؤية للتنمية؟ هذا هو دور الإعلام. الإعلام يعطي ويناقش ويحاور من أجل إيصال تلك الرسائل إلى المسؤولين، سواء محليا أو جهويا أو وطنيا. بركان لا تتوفر على منتزهات، بركان ما فيهاش معاهد متخصصة، ما فيهاش ملحقات جامعية، لأن المدينة لها مقومات. لنقارن أنفسنا بوجدة أو الناظور أو مدن أخرى، كيف أضحت وكيف أصبحنا؟ هذه المقارنة، هذا هو دور الإعلام، وليس نشر البيانات ونشر الأنشطة الرسمية ونشر الأنشطة الجمعوية نعطيك واحد المثال بسيط. بركان تنظم سنويا ملتقى ثقافي من مستوى عالي جدا التي تشرف عليه جمعية الشرق للتنمية والتواصل محمد العتروس، ومع ذلك أسماء وازنة وطنيا تحضر إلى هذا ملتقى السرد أو ملتقى القصة أو ملتقى الشعر أو كذا كل سنة. أين ينظم هذا الملتقى وهذا النشاط الوازن؟ في قاعات لا تصلح لمثل هذه الأنشطة. لماذا؟ لأن لا نتوفر على دار ثقافة، ولا نتوفر على مكتبة وطنية، يعني هناك مجموعة من الأسئلة. بركان تحتاج إلى وقفة للتأمل، وهذا هو دور الإعلام. معقول؟ عندما نتحدث عن نهضة بركان لكرة القدم، أو نتحدث عن مجموعة من المواضيع التي نشرناها في هذا الباب، لا نقول أننا نملك الحقيقة المطلقة، ولكن نملك بعض الحقائق المؤثرة. منذ صعود نهضة البركانية إلى القسم المحترفين للموسم الخامس، ماذا كتبنا عنها؟ كتبنا حقائق كشفت للرأي العام بعد نهاية الموسم، وكنا السباقين
لنشر تلك الحقائق. قلنا أن التسيير ذو المستوى، كشفنا اختلال التسيير والتدبير، كشفنا كيف تتم تعاقدات الفريق، كشفنا كيف يتم التعاقد مع المدربين، كشفنا السبق الصحفي في المدربين، كشفنا السبق الصحفي في تعاقدات اللاعبين، كشفنا الأرقام الكبيرة للتعاقدات، أعطينا أرقام التقرير المالي قبل عقد الجمهور العامة. كل هذه المعلومات صحيحة، فأين تلك الهجمة؟ ونضيف أننا لم نكون يوما مسيرين داخل النهضة البركانية، بل أكثر من ذلك، نحن محبون للفريق منذ الهوات. نحن لسنا من مقتنصي الفرص. نهضة بركان عندما كان يملك هوية كنا نتفرج في مقابلته داخل الميدان وخارجه. حاليا الملعب يشهد على ذلك، أول موسم وخامس موسم الجمهور في مقابلة كبيرة لا يتعدى 2000-3000 متفرج، مقابلة عادية 500 متفرج. لماذا؟ لأن هناك رغبة في الإصلاح. نهضة بركان عندها مسيرين أو عندها رئيس حاليا يترأس أعلى جهاز كروي في المغرب، ولكن على مستوى التسيير المحلي فاشل، ونقولها دوما وأبدا. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي يترأس نادي نهضة بركان لم ينجح في التسيير داخل نهضة بركان بمعية مكتبه، لأن لا يعقل أن تصرف 6 ملايير من أجل مرتبة سابعة. بركان مدينة صغيرة تحت بفريق ليس بكبير، بفريق له من الأموال الكبيرة والكثيرة، وتصرف يمينا وشمالا في الموقع الخطأ. نتحدث عن التعاقدات، كيف تتم؟ وهل يعقل لاعب السنة الماضية لعب 10 دقائق طيلة الموسم وانتقل في انتقال وتم فسخ العقد معه في انتقالات شتوية، أخذ 80 مليون 8 ملايين للدقيقة؟ هذه قلناها. لاعب جبناه من الكوكب المراكشي ما لعب والو في بركان، بزيلينا معه مشى يلعب حاليا يلعب رسمي في أولمبيكاس فيه. كانوا لنا لاعبين في المستوى تم التخلي عنهم بطرق غير مفهومه، وتعاقدنا مع لاعبين انتهت الصلاحيه ديالهم وكلفوا خزينه الفريق اموال كثيره. واش هذا هجمه؟ هذه ماشي هجمه، هذا تحليل واحد الواقع. حنا بغينا هذه الفرقه تكون مزيانه، يكفي انك تهمش اللاعب المحلي. معقوله يعني كيفاش يعني في اطار اللي فشل في الاداره، يعني هذه من المسائل اللي فشل فيها انه يوازن اللاعبين. يعني مثلا كنشوف واحد من 15-60 يعني شويه. لا، هنا الاشكال، هنا اين يكمن الاشكال؟ الاشكال اللي مطروح الاشكال اللي كاين مطروح. نهضة بركان عندما نتحدث عن نهضة بركان، اللاعبون كيف يتم التعاقد معهم عندما لا تتوفر على إدارة تقنية تشرف على العملية؟ فانتظر الفشل. لأن ما يمكنش واحد يكون مسير داخل النادي ويتعاقد مع لاعب في مقهى في الدار البيضاء ويوقع له لمدة 2 سنين ويمشي للمعسكر. حاليا مدرب نهضة بركان الحالي نشهد له بكفاءته،
قلناها ونكررها، رشيد توصي له باع كبير في التدريب داخل البلاد، أخذ الألقاب مع المغرب الفاسي، درب الرجاء، درب المنتخب الوطني، حق نتائج مع الماس، حق الثلاثية في المغرب الفاسي، ولكن فشل في بركان. ولكن هو كيجي كيقول لك أنا معذور حيت أنا ما جبت حتى لعاب. توصي قالها، لكن يقول له أنا لقيت الفريقين وكنلعب بما هو موجود حاليا، رغم أننا ما يعاب على التوصي أنه يعتمد على تشكيلة دائما نفس اللاعبين، رغم أن عنده البدائل. مثال بسيط، نمتلك لاعب حاليا يراه مع المنتخب الوطني أقل من 23 سنة في لاعب التضامن الإسلامي بأذربيجان اللي هو ياسين محيو ابن الطبركان، ومن اللاعبين المتميزين داخل الوسط الدفاعي ويساند الهجوم، ولكن لا يعتمد عليه. وعندنا لاعبين مزيانين، عندنا ولاد ابناء المدرسه. الا كنا بغينا نحن نطالب على اولا كاعلاميين انا ولا كباحث ولا متتبع نهضه تبركان، راه خص المكتب المسير ديال نهضه تبركان اللي كيتراسو السي فوزي القجع لا يتحمل المسؤوليه ديالو في هذا الشيء، لان مستقبلا المستقبل ابناء الفريق. لان ما الى متى نبقاو كل عام نجيبوا 10 لعابه ولا 11 ولا 12 ويكلفوا 6 المليار ونكملوا رتبه السادسه في الموسم النهائي، ويقول لك حق عام الجاي غادي نوضوا نخدموا وغادي نديروا كذا ونوضوا كذا. ما الجدوى من تاسيس واحد مركز تكوين حاليا اللي تتبنى في الجامعه ديال سيدي سليمان شراعه، ومركز تكوين عالمي، وغادي تجي يشرفوا عليه مجموعه من اللي راهم حاليا يدربوا في الفئات الصغرى وما عطاونا حتى شي نتيجه. كيجيو نهضروا على الفئات الصغرى، الصغار والفتيان والشبان والامل، ما كاينش نتائج. نعطيك مثال، محمد النصلي لاعب من مواصفات كبيره، ولكن نتاسف على الحادث الاخير الذي وقع له، كسر في مؤخره القدم ديالو بتدخل خاشن ونقولها وقلناها من لاعب اخر لنا بدر كشاني. وعندنا محمد فرحان حتى هو لاعب موهوب، عندنا القندوز لاعب موهوب، عندنا اليعقوبي هذا مهاجم موهوب، هادو كاع مدرسه نهضه تبركان. ولكن للاسف لا يتم، مادام حنا غادي نلعبوا لو مانتيان ما لعبناش الاوبجيكتيف مع السيد الطوسي. كنقولوا حنا غادي نكونوا مع خمسه الاولى، انا استبعد باش ننهيو الموسم مع الخمسه الاوائل، رغم اننا نتوفر على امكانيات كبيره ماديه، لان الفريق الوحيد في المغرب اللي يخلص الاجر الشهري ديالو في وقته، الفريق الوحيد في المغرب اللي منح التوقيع ديالو كياخذها في وقتها، الفريق الوحيد الذي يسافر بمستوى جد راقي، الفريق الوحيد في المغرب اللي تيمشي للاقامات الجد فاخره من فنادق خارج التصنيف. ماشي دابا ما بقيناش نهضروا على دي زوتيل 5 ايطوال، دابا دي زوتيل خارج التصنيف، اذا الفي اي بي. كل هذه المقومات خصنا يكون عام نجاح. لا انا غادي نقدروا نناقشوا هذا سي هشام مهداوي، طاقه شابه، وكان لنا الشرف لان كان من الناس اللي اسسوا موقع معنا، وكنا حنا بالسبب المباشر باش راه داخل نهضر الرياضيه البركانيه، هذا يعرفها العام والخاص. ولكن تبركان التسيير المالي ديالو يشرف عليها محاسب محترف، يعني متخصص اكسبير كونطابل، لان دابا لان الفروق في السير ديالها لمشات الشركات وكذا، خصك ان اكسبير كونطابل لكي يدقق حسابات اي نادي، حيت لان الجامعه والقوانين ديال الفيفا وكذا كيقول لك الرقابه الماليه والتتبع وكذا. حنا ما لا نناقش الجانب الكفاءه او هل يشرف، لان مادام لان التقرير يكون جاهز عن طريق خبير محاسباتي.
الإشكال فين؟ أنا الإشكال اللي دائما نناقشه هو هل فريقنا التبركة لكرة القدم مستقبلا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات غادي يبقى في نفس السياق العام ديال السيولة المالية؟ لأن التبركان عندما تعتمد على شخص ما اللي هو السي فوزي القجع في بحث عن الموارد، في العلاقات، بحث عن المستشارين وما جاورهما، هذا السي فوزي القجع بعد 5 سنوات يجي واحد، يجب ان نؤسس لفعل داخل هذا البركانيه كي لا نعتمد على اشخاص بذاتهم. فريق يحتاج استقلاليه ماليه، فريق يحتاج الى موارد ماليه قاره، يحتاج الى مشاريع تدير الدخل على النادي، وهذا هو البيت القصيد. إن احنا الى متى نبقى نعتمد على فوزي القجع ومجيد مضران في تمويل النادي، في البحث عن الموارد وبحث عن المستشارين وبحث عن كذا وبحث عن العلاقات وبحث نتبغى نطبر؟ كانت تحتاج الى يعني مكتب مسير قادر على الاستمراريه. احنا نخافوا بعد 5 سنوات او 6 سنين نرجعوا للهواة ونمشيو لتجارب اخرى صادمه في المغرب بحال تجربة النهضة السطاتية، حاليا راها في القسم الثاني هواة، وتجارب كثيرة في المغرب، فرق اندثرت، رشا البرنوصي حاليا، وفرق أخرى وأخرى وأخرى. بل أكثر من ذلك، خص الرياضة في بركان بصفة عامة يجب إحداث عاجلا المكتب المديري للرياضات ببركان لفروع النهضة الرياضية البركانية، لأن لا يعقل أن الرياضة ترتبط بكرة القدم وننسى كرة السلة وكرة اليد وألعاب القوى و و و و وانا يعني فهمت هذا الاخ اللي قال هذا السؤال كانت في احدى تدويناتي اشرت لها القضيه. نحن ناتي بالخبر من العين وتاتي صحافه كوبي كولي، هذا اشكال عويص. لان احنا كنجيو عندما نتحدث عن الاعلام في بركان المشكل ديالو واضح، ما كايناش واحد من البعض، ما كايناش مصداقيه. ما العيب ان نقول عن نقلا عن بركان 49، وانت وقع لك نفس المشكل في صور ما، ليس عيبا ان ننقل خبرا من موقع اخر ونذكر المصدر، بحال طالب جامعي يدير بحث وما يذكرش المراجع. لا، مواقع كثيره، هناك المواقع التي تدعي الرياضه الاعلاميه في المجال الرياضي. نحن لا ندعي الرياضة، نحن لنا الحمد لله لنا مصادر تثق في مصداقيتنا داخل موقع أوريون سبور ولا موقع أوريون 24، تثق في مصداقيتنا وننشر الخبر من مصادره، ولنا اليقين أننا مستمرون في هذا النهج دون ذكر مصادرنا، الثقة ديالهم فينا، لأن ما كنقولوش شكون المصدر ديالنا. الوضع لا، لان الاشكال اللي كان دائما نقول نحتاج الى ثوره اعلاميه حقيقيه تراعي وتعالج خصوصيات المدينه والاقليم في جميع المجالات، مجالات الرياضيه، الثقافيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، واي مجال، والشان المحلي والكواليس، واي خبر كيف ما بغى يكون المصدر ديالو والنوع ديالو.
يجب أن نفتح المسكوت عنه لكي نرتقي. تلك حكاية. نفتخر أننا كنا في يوم ما كطاقم مؤسس لتجربة حقيقة تجربة متميزة بإقليم بركان. لماذا متميزة؟ لأننا كنا نتوفر على طاقم تقني محترف، وكانت لنا بعض الإمكانيات بركان زوم طاقم تقني محترف، وكنا نتوفر على إمكانيات وتجهيزات تقنية متميزة أيضا. لكن كانت هناك اتصالات مع القناة الرابعة في ترويح البرنامج التعريفي بما يسمى بتجارب متعددة في المجال الرقميات والتقنيات وكذا. أي جاءوا الإخوان اتصلوا بي على أساس غادي يكون كضيف في واحد البرنامج اللي هو ديال التعريف التجارب ديال الصحافة الإلكترونية بإقليم بركان، وديروا بركان زوم نموذجا. استشرت مع المدير المؤسس للموقع اللي تواجد بألمانيا ذلك الحين، وطرحت عليه الفكرة، فرحب بها جملة وتفصيلا. قال لي شيء جميل إلا قدرت أنك تذكر تجربتنا، هذا الشيء راه مهم بزاف بالنسبة كموقع فاتي. وطرحنا الإشكال، طرحنا تجربة بركان زوم، وقلنا أن الهدف، أنا كانت عندي رؤية هذيك الوقيتة، ولكن للأسف هذيك الرؤية اشتغل عليها المدير المؤسس. قلت أنا أطمح بحكم تجربتي المتواضعة والبرنامج باقي شاهد عليا في بركان زوم في القناة الرابعة، راه كاين الأرشيف. وشنو قال؟ قلت أنني أطمح إلى تأسيس وجدة زوم والنظر زوم ورابا زوم وأكادير زوم وصحارى زوم و و و و و حتى نؤسس ماروك زوم في تلك المرحلة، حتى نؤسس ماروك زوم. كانت هذه الفكرة التي تراودني، لكن لا، داروا بعض المدن وتوقفت. ولكن الإشكال اللي مطروح كان هو أن المدير المؤسس للموقع أخذ الفكرة كما هي وبدأ يشتغل عليها، وأصدر بيانه وقال أن هاد الناس ما بقاش عندهم مع بركان زوم. وحنا قبل ما يقول هذاك البيان، حنا علنا أننا لم نعد نمثل بركان زوم لا من قريب ولا من بعيد، وأسنى موقعنا الجديد، وبقيت المنافسة بحكم التجربة الأولى. والحمد لله درنا طريقنا، وجدت تجارب أخرى مورانا، وركلت الطريق ديالها، كان اللي ما يسمى بصحافة كوبي كولي وما أكثرها في إقليم بركان. حقيقة لأن الإشكال اللي كان مطروح لنا فوري كانت مسألة تقنية، وكان مسألة ديال بيراتاج، أن كنا نعاني حقيقة. لأن لقينا تم القرصنة ديال الموقع ثلاث مرات تم قرصنته، وحاولنا رجعنا الموقع، ولكن كما قلنا ماشي بهذيك، أي ماشي بهذيك الحدة والقوة ديالنا. ولكن الذي نعيد به مستقبلا إن شاء الله، سيتم تغيير الموقع شكلا ومضمونا، وسيتم إحداث مقاولة إعلامية بما تحمله الكلمة من معنى. هذا هو المشروع الذي نشتغل عليه إن شاء الله. في أقل من 6 شهور سوف يتغير الموقع شكلا ومضمونا، وسنحاول أن نشتغل بوفق إمكانيات جديدة وأمور تقنية جديدة، لأن بغينا ننتقلوا لهذيك ما يسمى بالمقاولة الإعلامية. مقاولة إعلامية حتى على مستوى الإذاعة القانوني، على مستوى وزارة الاتصال، على مستوى البطائق المهنية، على مستوى يعني نشتغل في إطار ما هو في إطار تقنين هذا الإعلام. هذا هو الهدف إن شاء الله اللي رانا نشتغلوا عليه.
الكتاب الابيض ديال وزاره الاتصال. هو هو اولا الوزاره تشتغل هذه التجربه منذ التجربه ديال الوزير السابق السي مصطفى الخلفي. لماذا الكتاب الابيض للصحافه الالكترونيه؟ لان الاشكال كي قلنا في الاول ان الصحافه الالكترونيه في المغرب دابا رجعت كل من هب ودب يدير موقع، وما بقيناش نعرفوا الصحيح بالخطا. مثال بسيط جدا، امس مجموعه المواقع نشرت وفاه الاعلاميه مقدمه سميره الفيزازي، وحتى جاء خبر اخر في القناه الثانيه ان عائلتها تنتفي جمله وتفصيله باللي هذه مازالت انها تعالج وكذا، ونتمنوا لها الشفاء العاجل. هذا مشكل. دابا الكتاب الابيض لان عدم ولو يكون موقع كبير، لان الخبر يجب البحث فيه من مصدره الحقيقي، وهذا هو الاشكال. دابا الكتاب الابيض جاء باش يدير بواحد التقنين، اولا تقنين لهاد المواقع، بيان سور ما خصناش ندخلوا في اطار ما يسمى بتقييد الحريات في المواقع الالكترونيه. ثانيا عودا لمهم، ما يمكنش مواقع بدون هويه، ما تعرفش شكون هما، طاقمها شكون هو، موقع يصدر من عن جهه ما وينشر ما يحلو له. هذا اشكال. الكتاب الابيض احنا فين عندنا الخلاف ولا الاختلاف؟ في واحد البحاجه بسيطه، احنا دائما هذه داخله في قانون ديال الصحافه، وهو الحريه السالبه، العقوبات. ما يمكنش غادي تتابع بالسجن عما تنشره. حقيقة يعني يجب نشر الحقائق، لأن السب والقذف راه يؤدي إلى العقوبة بدون حجج. تبقى إشكالية أن هذه العقوبة راه كاين في اطار النقابه ولا في اطار الجمعيات المهنيه في المجال تشتغل على ان هذا القانون يعدل وليس فقط. هذه اشكاليه. احنا اولا في سياق عام، عندما كنا نديروا انشطه ديالنا السنويه في اطار بعض الاخر، وقلتها في واحد اللقاء، واحد الجمعيه نظمت واحد اللقاء، قلت له خصنا نديروا واحد نقد ذاتي بمعنى، والاعتراف بالخطا فضيله. قلنا اننا اخطانا، احنا كرمنا بعض الجمعيات اللي حقيقه فاعله داخل الاقليم وكل شيء يشد لها، وهذيك ولكن التكريمات الاشكال اللي دابا تطرح ان التكريم اصبح بشكل مفضوح. الكل اصبح ينظم نشاط للتكريم. احنا هذه سنتين حبسنا، ما بقيناش نديروا الانشطه ديال نهايه السنه ديالنا، رغم اننا كنا السباقين لتلك الانشطه السنويه ديالنا، كنا السباقين لتلك الانشطه. حبسنا ما بقيناش نديروا هذوك الانشطه، لان موقف ديالنا من هذاك الشيء، وقلنا نديروا نقداتي مع راسنا. عاد دابا كنشتغلوا على ان تفكير ترتيب الاوراق من جديد، والتفكير ان في خلق مقاوله اعلاميه حقيقيه، ونفتحوا مجموعه الملفات المسكوت عنها داخل اقليم بركان. اسمح لي نقاطعك في نفس السياق ديال التكريمات، ما يعاب كذلك، وهذا لا يعقل ان مواقع الكترونيه في اقليم بركان، بعض المواقع الالكترونيه تمتلك جمعيات للاعلام والصحافه، واش هل يعقل موقع الكتروني في ثلاثه الناس ويمشي يدير جمعيه اعلاميه؟ المشكله تجاوزا تسمى جمعيه اعلاميه للصحافه،
على اساس بحال راك دير جمعيات في الرباط ولا الدار البيضاء ولا المدن الكبرى المؤتمر المركزيه، ويكونوا ويشكلوا فيها خمسه الناس، هما كاينين خمسه في الموقع ولا جمعيه، ويدفعوا الميناح يقولوا له غادي نديروا الانشطه ديالنا السنويه ولا نديروا، ما كانش محاسبه. هذا مال العام، هذا المال العام يمشي لاماكن محدده. ما هناك جمعيات المجتمع المدني واضحه، ولكن باش تولي توصل ان جمعيه اعلاميه دير موقع دير جمعيه، وتحنا لكم نديروا جمعيه، ورغم اننا السباقين هذا المجال ما عمرو فكرنا نديروا جمعيه ديالنا. إن لا يعقل، لا درت جمعيه اعلاميه وكتدفع المنحه لمجلس البلدي ولا مجلس اقليمي ولا مجلس الجهه، وتقول له غادي ندير واحد النشاط والواحد عملي بالمنحه السنويه. المنحه السنويه راه تعطى لجمعيات ثقافيه، جمعيات اجتماعيه، ماشي الجمعيه الاعلاميه. كيف غادي انت غتبقى تكتب على الاختلالات؟ ما كيف تكتبش على الاختلالات؟ انا غادي تجي تكتبها لا راك عطاني المنحه، راه واخا يكون الاختلال كاين انت فين تجي تكتب تقول له لا. لان غتبقى وهذا هو اللي خاطر في الاعلام، عندما تمارس الرقابه على قلمك تولي تجي تكتب ودير الرقابه على القلم ديالك، ولا ما جاياش حيت خديت المنحه. حقيقة أنا أفكر، وهذه كانت تراودني دائما، يجب خلق ما يسمى بنادي إعلامي. هذا النادي الإعلامي وشكون تكون المهمة ديالو؟ هو مفتوح للجميع، لأن احنا المشكل ديال هذيك ما يسمى بفريق تسود ناجحة في إقليم بركان. فريق تسود، هذا الموقع ضد هذا الموقع، هذا الموقع ضد هذا الموقع، هذا التطاحنات. هذا الموقع كيقول لك انا رائد في المجال كذا، وهذا الموقع يقول لك انا هو الرائد. هذا النادي وشنو الهدف الفكره ديالو؟ ان اولا، وهذا هو اللي خص يدار من 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 كي قال نهضروا من نفوسنا للجميع، خص اولا التكوين واعاده التكوين والاستفاده من التجارب الرائده جهويا ووطنيا، ونوضو نطوروا راسنا. لان لا يعقل مواقع تكتب اخبار وكتدخل تقرا وتلقى النحو ضعيف. كي قال له المثل العام كيقول لك لا يفرقون بين الالف والزروطه ولا اللام ولا كيفاش. دابا هذا اشكال، واش الهمزه تكتبها على الواو ولا تكتبها على الالف ولا على الياء ولا راه لا. خص تكوينات في جميع المجالات، سواء الجانب الرياضي ولا الثقافي ولا السياسي ولا لان الصحفي اللي بغينا نوصلوا لهذيك، لان راه حتى هو مازال معلم. راه يكفيك ان نعطيك واحد واحد المساله اللي هي مهمه بزاف، راه ماشي، لان التكوين يفيد الاعلامي كيف نحرر الخبر وشنو ويحميه، وشنو الفرق بين التحقيق والروبورتاج والاستطلاع. الناس كون تقول شنو هو التحقيق يقول لك هو الروبورتاج وهو الاستطلاع، راه كاين ثلاثه الصوالح. لان كي تجي تشوف لان الصحفي راه كل الاجناس الصحفيه تختلف، الخبر وحده والنقد وحده والتحليل وحده والاستطلاع وحده والروبورتاج وحده والتحقيق وحده والاعلام الالكتروني البث المباشر وحده والبث البث كي قال باش دير المونتاج وحده وهلوما جرى. خصنا تكوين يجب ان نعترف، الا بغينا نطوروا راسنا خصنا نتكونوا. لان الكتابه الصحفيه الكتابه اللي عندما تكتب في الثقافه ماشي بحال كي تكتب في السياسه، لان كل واحد ومصطلح ديالو. الرياضه حنا المشكل ديالنا كي تشوف مقال رياضي هو يدير لك اسلوب ديال السياسي في الرياضه، والعكس صحيح. لان مصطلحات رياضيه وحدها، مصطلحات سياسيه ومصطلحات ثقافيه وزيد، لان كاينين كلمات خاصه جدا.
مرحبا مرحبا مرحبا. يعني ما رايكم حول صراع القائم بين التوصيل مع رومو اندوتو؟ هذا حقيقة كنا من الناس اللي في الموقع من السباقين اللي طرح هذا الإشكال الكبير، لأن غومون دوكو هو لاعب نيجيري دولي كان معارا من الوداد إلى بركان، 27 دورة لاعب دقائق معدودة، لعب دقائق معدودة. احنا بحثنا في هذا المجال، كيف يعقل لاعب من مواصفات كبيرة جدا، لاعب مهاري يجيد اللعب بالرجل اليسرى ومتميز في وسط الميدان الهجومي، ولا يشركه ويشرك لاعبين عاديين في الفريق. بحثنا في الملف من كل جوانبه وتوصلنا بحقيقة صادمة، مفادها أن وكيل لاعب اللي هو سميتو عبد الله ناصر، وكيل لاعب غومو اندوكو، له خلاف شخصي مع التوصي في صفقة ما مع لاعب ما كان يمارس في الرجاء اللي هو بابا طوندي، وكان التوصي هذيك الآونة مدربا للرجاء. في صفقة ما غاديش نكشفوا عليها، كانت هناك صفقة بين الوكيل والمدرب لم تتم، بقى السي رشيد الطوسي في موقفه ضد ذلك الوكيل. جات الناعوره انقلبت كي قال الاخر القضيه بدات تصعب، الطوسي انتقل الى بركان ولقى لاعب عنده نفس الوكيل اللي هو غومو اندوكو هذا النيجيري، وذهب ضحيه هذاك الصراع اللي كان بين الوكيل والمدرب. وهنا مشكلة، حنا كتبنا على هذا الخبر وتم إشراكه في آخر مقابلة ضد الرجاء البيضاوي، يكفيك أن أشرك بضغط من المكتب المسير، قالوا للطوسي هذا جوار خصو يلعب ودخلوه وأثبت كفاءته والمستوى ديالو كان كبير. وأول مرة اللي خصنا نعرفوا باللي هذاك اللقاء، أول مرة أن المهاجم ديالنا الطوغولي لابا كوجو توصل بكرات كثيرة من رجل هذا اللاعب وكفى. لا أنا أولا بعد المشاهدين الكرام، أنا بعد أولا ما زلت مقاطعا لمباريات نادي النهضه الرياضيه البركانيه و داخل الميدان، جميع مباريات ديال نهضه بركان انا ما تفرجتش فيهم داخل الميدان، يعني ما زلت مقاطعا. لنقول لماذا اقاطع المقابلات؟ لماذا اقاطع؟ لان الاشكال في اين يكمن الاشكال؟ هنا هذا بيت القصيد، لان لا يعقل الفريق يجب ان يحترم دفتر التحملات ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فيما يسمى بالاعتمادات، لان الاعتماد راه قانوني، ما يمكنش نتايا بين قوسين اي واحد عنده جيليه راه عنده اعتماد، وراك تشوفوا الفوضى اللي كاينه داخل الملعب البلدي، كلشي عنده جيليه وكلشي كيدخل للندوه الصحفيه، والندوه الصحفيه ولات ترجع كنشوفوا المباشر في الندوه الصحفيه بحال السوق، ماشي ندوه صحفيه، حيت علاش شي واقف شي قال شي يهضر مع صاحبه شي كذا منا، كاين المعتمدين الذي واحد العدد معتمد، كنهضروا على الاعتماد القانوني، وكاين اعتماد اللي كاين في جبر الضرر كيعطيو له اعتماد باش يدخل وصافي. حنا مقاطعين، واصلا حنا مقاطعين حتى في الوقيته اللي كنقاطع لي جولتراس وكذا والمسائل. Thank you.
هي انا كنهضر على بحكم ان البرلماني ديال الاقليم ديالنا 3 زائد الاخت اللي دازت في اللائحه الوطنيه امل عربوش الاستاذه امل عربوش. انا اقترح ولي وجهه نظر ديالي لان ما دام انهم برلمانيو اقليم بركان الاربع يجب ان يشتغلوا كيد واحده لتنميه هذا الاقليم بغض النظر على الاختلاف السياسي، كاين اللي في الحكومه كاين اللي في المعارضه. كان السي مصطفى القوري كحزب العدل والتنميه في الحكومه، الاخوان الاخرين في المعارضه، ولكن مصلحه المدينه اولى ومصلحه الاقليم طبعا. يعني يشتغلوا بيد وحده حتى على مستوى الاسئله، لان احنا ما راناش دابا نشوفوا واش هذا البرلماني مثلا هذا البرلماني اكس طرح اكثر عدد الاسئله وهذا البرلماني طرح اقل. احنا نتحدث عن الاسئله التي تطرح ونجيب مكاسب الاقليم. خصنا نجيبوا مكاسب الاقليم اكزاكتومون، لان لا يمكن باش نطرح سؤال مزيان ولكن التتبع ديال هذاك السؤال واش غادي يجيب نتيجه ولا ما يجيبش. انا اقترح يعني هاد البرلمانيين بربعه بهم بحكم انهم راهم يمثلوا اقليم بركان خاصهم يشتغلوا على ملفات اللي تفيد الاقليم ويطرقوا الابواب المركزيه، لان الحلول ومعالجه المشاكل الكبيره راه ما كتناقش داخل البرلمان، داخل قبه البرلمان تناقش في الكواليس، تدق الابواب، تمشي للوزارات، تمشي تضغط، يعني تشتغلوا. شي مره راه السؤال الشفوي ولا الكتابي ما يجيبش النتيجه، ولكن الدقان يجيبوا النتيجه. حنا لا جينا نقولوا خصنا في بركان مجموعه ديال الامور في هذا الاقليم، راه نجيبوهم بالدقان، لان ما غاديش نديروا بالتباهي. هذا البرلماني طرح 600 سؤال فكي تكمل الولايه ديالو، انا خصني بالك 600 سؤال وشنو جبنا؟ انا غادي كنناقش مثلا واحد الملف دار الثقافه مثلا، اي دار الثقافه مثلا غادي بغينا نعرفوا علاش راه واقفه، اين المشكل؟ واش مشكل سيوله؟ مشكل صراع؟ مشكل ان الوزاره ما كملاتش؟ خصنا ندقوا الباب للوزير الثقافه ونسولوا هذا الوزير الجديد السي العرج، نقولوا له السي العرج راه دش سيدنا واحد القاعه مغطاه في بركان، واحد دار الثقافه في بركان وراه واقفه، بغينا نعرفوا فين المشكل. راه وزير مشى ووزير جا وراه بقى الحاله هي في وزاره الثقافه، دار الثقافه. احنا كنهضروا شي تدوينات، دابا تدوينات حنا نضرب بصفه عامه. دابا الاشكال فين كاين؟ انا دائما نقولوا هذا الاشتغال المجموع اللي يشتغلوا كجروب كمجموعه ديما تعطي النتائج، لان نساو اننا مثال بسيط، التجربه ديال التحالف ديال بركان بام بي جي دي هو يشتغلوها في اطار بام بي جي دي، رغم ان البام في المعارضه والبي جي دي راه في الحكومه ياك، ولكن كينطقوا في الرباط. ندي معايا البي جي دي لان هو اللي راه في الحكومه، والعكس صحيح، لان المصالح تشتغل بتوازي. لا بغينا نحققوا التنميه لهذا الاقليم، لان البرلماني راه البرلمان راه مؤسسه تشريعيه، راه ما تجيبش الفلوس، ولكن كمجالس منتخبه وكذا في اطار هذا، بحكم ان قوتنا ان عندنا 3 البرلمانيين بالجامعه ديال بركان، انا الجامعات الاخرى غير ممتله، هادو 3 ينتميو للجامعه ديال بركان. اذا بغينا نحققوا المطلب، علاش نحققوا للمدينه؟ البرلماني ديال الاقليم ماشي غير يدافع على بركان، يدافع على حفير، يدافع على سيدي سليمان، يمشي على السعوديه، يدافع على ريسلان، يدافع على تافوغال، اكليم، بوغريبه، لان هذا هو الممثل، هذا هو التصحيح المعطى.
هذه في اطار بعض الصفحات هذيك ما نعرفش من يشرف عليها، رغم اننا بحثنا ولقينا المشرف عليها كيجي كيشركك كيشركك يقول لك احسن صحفي. اولا ليست مع 16، ثانيا احنا ما عمرو قلنا مع راسنا بلي احنا صحفيين، ثانيا المعايير هذه ما يسمى بالاحسن ما كايناش، لان واحد مواطن يصوت عليك يكون جيل جديد ما يعرفكش، وكان اللي مثلا يديروا لك حمله تحريضيه ضدك الا ما تصوتوش على هذاك. وراه بانت واحد الاشكال اللي مطروح حنا بحكم يعني تجربتنا في هذا المجال الالكتروني، لقينا ناس ان نفس الاي بيات تيصوتوا على واحد 20 30 مره حنا، ومن بعد غادي تعطيني انا احسن صحفي وشنو؟ ماذا سنستفيد؟ ماذا سأستفيد؟ الصحفي خصو يكون في الميدان، الصحفي هو اللي راه في بؤر التوتر وفي الحروب ويهز الكاميرا ويجارة وكذا مباشرة من إلى هنا وتلقاه يجري، هذاك هو الصحفي. وأنت جالس في الدار رجل على رجل وتقول له أحسن صحفي. وفي وهذه سابقة ما عمرو كانت في شي بلاد في المغرب كاملة، المدن ديال المغرب ولا برا ما عمرو سمعنا أحسن صحفي. واش سمعت شي نهار هادو الصحفيين الكبار قالوا له انت كاين شي صحفي انت احسن وهذا ماشي احسن؟ كي تمشي انت لجهاد الخازين ولا تمشي للحاج بريل ولا تمشي اسماء وازنه دوليا، انا نهضروا على العرب خلينا بالاجانب، كتفرج انت في قنوات دوليه ولا كذا، واش غادي تسمع شي نهار يقولوا له انت احسن صحفي؟ ما كايناش هذا احسن صحفي. الا قلت الاحسن غادي تلقى الناقض ديالو، وخصك تعاود دير الاوسخ صحفي. حنا ديما نقول واحد المساله اللي هي مهمه بزاف، المسؤولين ديالنا مسؤول اقليم بركان خصنا يعني خص تتضح الرؤيه، هذه الرؤيه تتضح وشنو بغاو لهذا الاقليم، هل هناك رؤيه للتنميه؟ علينا كاين خص يكون المخطط الف والمخطط باء والمخطط جيم، الناس تشتغل بلي بلون في جميع المجالات، بلون ا بلون بي بلون سي. مثلا عندك 5 سنين وشنو باغي دير في الخمس سنين؟ حنا المشكل ديالنا كاين دي بلون ديال 2007 مشاريع دارت ولم تنجز، ويقول انا باغي غادي ندير عندي رؤيه للتنميه، راه يجب واش عندك مخطط للاقليم؟ ورانا نقول نقولها ونعيدها، مدينة بركان تحتاج إلى إرادة أولا وإلى طورة على جميع الأصعدة، ثقافيا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا رياضيا، لأن هادو مرتبطين، واحد مرتبطة بواحد، ما يمكنش غادي تبقى تقول راني في الرياضة مزيان والمجالات الأخرين ضعاف، ما يمكنش. ما نبقاوش نسوقوا الواجهه اننا تبركان لكره القدم تمثل المدينه، صافي رانا مزيانين، صافي عندنا الكمال. انا كتبغينا نكونوا تبركان مزيانه في كره القدم، وخاصة السله تكون مزيانه وليد كره اليد تكون مزيانه ولعب القوى تكون مزيانه، وغدا نحلموا حتى حنا تكون عندنا الكره الطائره وتكون عندنا السباحه وتكون تكون 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 جميع الرياضه خصهم يكونوا ممتله. والجانب الاخر تا هو ممتن، كي تجي نشوفوا وجده، حاليا وجده تتوفر على منتزه ايكولوجي من النوع الرفيع، تتوج عندها سبعه ديال القاعات المغطات، سبعه عندهم ثلاثه ديال الملاعب، ملاعب القرب لا تحصى ولا تعد، بنيه تحتيه في مستوى اناره بالمستوى الكبير، المعاهد في جميع التخصصات، كليه الطب، اي حاجه قلبت عليها في وجده من جرى المرحوم قال لهم، قال له المستقبل المغرب هي وجده، لان عارف بلي اوروبا غادي تكولي بحكم انه عالي مستقبليات، وحاليا كنعرفوا بلي اوروبا ولا غادي تكون المستقبل هي افريقيا، وبحكم وجده بوابه ورمز للتنميه على جميع الاصعده، وشنو خص
لان كي توجد البنيه التحتيه غادي تخلق فرص الشغل. ان البنيه التحتيه تاك الاستثمار هو اللي شكون يعطيك الاستثمار؟ البنيه التحتيه غادي تبقى تستورد اليد العامله، رغم ان كاين ازمه خانقه ولكن مستقبلا غتكون مزيانه. لان علاش؟ غتلقى انت ولدك فين تقريح، مستوى كبير عندك، فين تعالج اي حاجه. يعني هاد المسؤولين ديالنا خص تكون عندهم هاد الرؤيه التنميه الشامله على جميع الاصعده. هاد المره واحد الحديث مع واحد الصديق متخصص قال لي واحد الخبر تفاجات له. قال لك وجده دابا اكتيالمون، تعرف لي راهم تيفكروا شنو فاش راهم يفكروا وجده؟ خلق واحد القريه اولمبيه. قريه اولمبيه لان كملوا المشاريع. قريه اولمبيه وشنو هي؟ هي جميع الرياضات تكون في ديك القريه الاولمبيه. كي تبغي تمشي، بغيت تلعب الباسكت، تلعب الهونت، تلعب دير الاتليتيزم، كل شيء موجود بحال على شكيله القرى الاولمبيه في العالم. باش توصل لانك دير هذه القريه الاولمبيه يعني راك ساليت كلش. بالامس تم تدشين مكتبه وطنيه في وجده، دار الصحافه دارت مكتبه في مستوى كبير من ثلاث طوابق. حنا ما عندنا والو. حنا المشكل بركان حاجه بسيطه. بركان عندك اختناق مروري فظيع، ما عندكش فين تستاسيوني. هذه حاجه بسيطه. وجدنا نهار اللي فكروا داروا باركينغ سوسول سوتيران. يعني خص تفكير جدي. واش كاينه رؤيه؟ فين باغي توصل؟ واش راك تشتغل بلي بلون؟ انما ما خصناش نخدموا بما يسمى بردود الفعل. لان رد الفعل ما عندوش شي نتيجه. شتا واش كاين شي واحد يمشي يخدم برد الفعل؟ خصنا نديروا الفعل عاد نمشيو نديروا رد الفعل. نحتاج الى رؤيه واضحه للمعالم على جميع الاصعده. مثال بسيط، هل يعقل نرجعوا للرياضه؟ ديما نجيو للرياضه. واش ملعب بلدي ديال بركان يتواجد في قلب المدينه؟ هذه رؤيه. انا اتذكر كان وزير سابق ديال الشباب والرياضه والزين في لقاء ديال الصعود ديال نهضة بركان بعمالة اقليم بركان، قال المسؤولين ديالنا والفعاليات الرياضيه، قال لهم فكروا دابا نديروا مركب رياضي خارج المدار الحضري. ناضوا العلماء ديالنا من بعض المسيرين قالوا لا اسيدي هذا التاريخ، نلعبوا نصوبوا هذا التاريخ. بحال اللي بركان نهضة بركان دات الشامبيونز ليغ ديال لافريك، بحال اللي لعبنا بطولة العالم للأندية. التاريخ ديال بركان واضح، الجيل يقول جيلنا واضح، التاريخ ديالنا واضح. كي قال زيرو ماشي زيرو ميكا، زيرو ألقاب. التاريخ ديال بركان منذ التأسيس إلى اليوم صفر لقب، وكفى المؤمنين شر القتال صفر. كي غادي يقاس النادي؟ باش يقاس بالنتائج. لو كان حنا لينا لعبنا عامين في وجدة، هذيك السنتين لان الوزير نهار اللي جا قال لهم اودي سنتين يكون المركب جاهز خارج المظله الحضري، كان يدير سيدي سليمان، كان العقار موجود، كل شيء موجود، الموارد الفلوس كاينه، كل شيء كاين. لو كان درب حنا مركب ب 25000 متفرج، مواصفات مزيانه، وهذا نخليوه في اطار واحد الايكول ولا كذا الرياضه وكذا كذا، ماشي مزيان. لان هذا المشكل فين كاين؟ قصر ديال وغياب الرؤيه. غياب الرؤية. بركان فيها قاعة مغطاة واحدة. لا يعني هنا كنجيو نهضرو واش عندنا رؤية للتنمية. دائما السؤال العريض واش عندنا رؤية للتنمية. ما نقولوش ما ندخلوش على النوايا. يكون الخير. كيفاش النوايا؟ خصنا نشتغلوا في هذا الباب. واش كاينه رؤيه للتنميه؟ وهذا هو الدور ديال الاعلامي. الدور ديال الاعلامي هو هذا.
خصنا الاختلالات نشوفوا لك، لان ما يمكنش ما تلقاش الاختلالات في جميع المشاريع. هذا سؤال وجيه جدا. انا طرحت في اخر تدوينه هذا اليوم على حراك ديال 14 ماي اللي دعوا له البعض ديال سموهم الشباب المستقل، وانا قلت في تدوينه الى معارضي هذا الحراك، الى معارضي هذا الحراك طرحنا بعض الاسئله عليهم، ولا الخوت جاوبونا بدون يعني ما نديروا لا تخوين لا تهويل ولا 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 نستعملوا اي كلمه سوقيه. ما غاديش حنا نقولوا ودي راه غادي نديروا غادي دار الثوره، ولا غادي كما قالوا ولا الانفصاليين ولا منع ولا مرتزقه ولا مدعومين من جهات خارجيه ولا غادي ولا هادو كلمات كبار، كلمات كبيره بزاف. راه الواقع واضح، راه المطالب اللي مطروحه انا كتبتها في التدوينه كامو اهتموا كامو تتبعوا كل شيء. نرجعوا خصنا رؤيه ديال هاد، بغينا مجموعه ديال المطالب بغض النظر على الوقفه ديال 14 ماي ديال غدا، مطالب المسؤولين ديالنا والمنتخبون خصهم تكون عندهم ماشي النوايا، خص الفعل. انا خصنا ندق الباب باللي ما عنديش دار الثقافه، ما عنديش مسرح، ما عنديش طرق دائريه، ما عنديش مركب ثقافي، ما عنديش سونتر ديال مرضى السرطان، ما عنديش محطه ديال التران، ما عنديش محطه طرقيه. راه بركان ما عندهاش بزاف ديال الحوايج. نوضو يتفتح حوار شفاف ومسؤول مع الجميع، لان ما خصناش نهم سواء مستقل ولا منتخب ولا شاب منظمه شبابيه ولا اي حاجه. نديروا خريطه الطريق وحوار صريح ومكشوف للمكاشفه وشنو خصنا في بركان باش نرجعوا حتى حنا مدينه، ما نبقاوش كي قال الاخر في هذا الباب. بركان تحتاج لواحد الرؤيه، لواحد الثوره جديده تكون عند واضحه المعالم وإرادة قويه ورغبه اكيده. انا ما كرهتش غدا نسمع غدا يجيونا مسؤولين كبار في بركان يدشنوا لنا واحد المركز ديال اونكولوجي لمرضى السرطان، لان الوقفه اللي دارت في الناظور، الوقفه اللي دارت في الناظور ديال الفعاليات الجمعويه والحقوقيه والسياسيه والشبابيه وكلش في الناظور السي البكاي، راه مباشره جا السونتر اوكولوجي في التدشين ديالو في منطقه العروي مؤخرا ديال فيفريي حرك، لان ماشي كنقول ودي خصك تحرك باش يجيبوا لك. لان لا الثوره، حنا كي نجيو نهضروا على الثوره ديما كنقولوا الرغبه، واش عندنا رغبه للتنميه ولا ما عندناش؟ لان المسؤول راه موظف ديال الدوله، خليني بالمنتخب مسؤول، لان المسؤول شي مره تكون عنده فكره انه باغي يشتغل على واحد الملف معين ما، ولكن باب بماذا يصطدم؟ يصطدم بواحد المشكل ديال ديما سيرتو الاقاليم الصغيره، يصطدم باش بالتمويلات. التمويلات كيقول لك اودي راه التمويل ما كانش، الشركاء ما كاينينش. شي مره تلقى الشريك يدير معاك هاي الاخر هاي المساهمه ديالي، كي توصل هذيك الوقيته المساهمه ما يعطيها لكش، وهنا يبقى الخلل، ان ذاك المشروع يوقف ما يعني يقدر يوصل لمراحل النهائيه ديالو ولا ما عرفناش. دابا ديما تنقولوا
حنايا ما خصناش كي قال الاخر نلعبوا بالمصطلحات ولا نخوفوا ولا نديروا التهويل. احنا ماشي هي الحسيمه ولا احنا ماشي هي كذا ولا الحسيمه ملف اخر، وماشي ما راناش نديروا استنساخ للتجارب. الحسيمه ملف اخر ومساله اخرى، وحنا خصنا كي قال حنا كنهضروا في اطار واحد الحوار صريح، حوار صريح والمكاشفه ماذا نريد واين نريد ان نصل. هادو هما النقاط العريضه ديال شكرا. لا مرحبا 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 سيفتي.